اليوم راح نديرو اون غيسيت اقتصاديه خلاص ناكلوها في الصيف جينيرالمون. انا ولادي بيرسونيلمون يحبوها ياسر وسهله، حتى في التحضير تاعها سهله وما تتطلبش حوايج ياسر. بون لا غوسيت هادي عندنا فيها بطاطا، انا قصيت 3 كعبات بطاطا، قشرتهم بيان سور وقصيتهم دي روندال دو 2 مليمتر ابوبخي. عندي جريوات هنا كيف كيف قصيتها ابوبخي 2 مليمتر. هنا تاني عندي 2 كعبات جريوات. عندنا في الوصفة تاعنا عندنا البصل ربيته، انا عندنا المعدنوس، عندنا طماطم ربيتها كيف كيف، عندنا ابوبخي 250 غرام تاع اللحم، عندنا 2 سنات ثوم، عندنا فيها فلفل اكحل، راس الحانوت، والنعناع. النعناع على الاخر باسكو جريوات تاعنا تحب النعناع. بون اول شيء راح نديروه، راح نبداو بلاصوص تاعنا باسكو من بعد راح نقلي البطاطا ونقلي جريوات، راح نتفتفهم شويه ونحطهم يتقلاو، ما نكثرهمش، جست نسوطيهم برك مشني راح نقليهم في زيت ياسر. لا بروميير شوز لي نديروها سي نبداو ساحب لاصوص تاعنا. الو نحطو شويه زيت، شويه برك باسكو البطاطا راح نقليوها فنسوطيوها، والجريوات تكون صار ما يكونش عندنا الزيت ياسر، لو غرا ياسر. عندنا اللحم تاعنا نحطوه، نحطو لا موتي نتاع البصل، ما راح نخلطهم. واش نحط معاهم؟ نحط شويه نتاع راس الحانوت، انا نحبو ياسر راس الحانوت، نخدمو وحدي كاشي نهار نعطيكم كيفاش نديرو. نحط شويه تاع فلفل اكحل. بون نقليهم، بعد ما يتقلاو يدوب البصل نحط الطماطم تاعي لي غابي، نزيد نخليه يزيد يتقلى مليح. بون نبدا درك نشعل الغاز تاعي، هنا نخليه يتقلى مليح. بس كيما قلت لكم احنا في عنابة نحبو ياسر البصل تاعنا يكون فريمون مقلي، فو با يبان في لاصوص، لازم فريمون يدوب. راح نشعل على المقلة باش نقلي، نبدا ساحب البطاطا، راح نحط شويه تاع زيت. فوالا راح نبدا نقلي نصوفي البطاطا تاعي هذه. باش ما يتحرقليش البصل، انا الثوم ما نحطوش برك، نحطو جوست مع الطماطم باش تقعد النكهه هذيك تاعو تقعد قاويه مليح. بس لو كنت تحطو مع الزيت يتقلى برك ديريكتومون راح يتحرقلي الثوم وما تجيش تنبوبو، ما يجينيش لوكو مليح. لازم نطيب البطاطا تستحمر من فوق، دايما غادي نقوي عليها عرياتنا. من بعد كي تحمر شوي نحط لاكورجيت، الجريوات نحطها، كي يطيبوا لي في زوز نرمي عليهم شويه نتاع معدنوس والبصل وشويه تاع الثوم، يزيدوا يتقلاو في هذاك الزيت، يتقلاو مليح باش من بعد نرميهم في لاصوص.
فوالا انا البطاطا تاعي حمرت كما تشوفوها، نحيتها ودرك راح نحط جريوات، نعاود نفس العمليه مع الجريوات. فوالا بعد ما طابت، بعد ما قلات حمار شوية الجريوات، راح نعاود نرمي عليها البطاطا هذه. فوالا نخليها فوق النار، باش نزيد عليها راح نزيد لها البصل اللي بعد لي، شوية تاع الثوم، فلفل الحلو. انا قبل ما ذكرتش الملح نسيتو، راح نركتي فيه هذا في الصباح حتى في المرقه ما حطيتوش، في جوست انا بلي نجيب فيه انا نعاود نحط لاصوص تاع الملح. نزيد شوية طماطم، المعجون، وفي نفس الوقت راني نطل على التقلية تاعي. أنا هنا راح نحط طماطم ونكمل البقية وش بقالي تاع الثوم، ديما نحطو في مع الطماطم ونعاود نخليهم يزيدو يتقلاو شوية. نقفل عليها، نرجع للخليط نتاعي، نخليه يتقلى مليح. باش تشوفوا مليح راكم شفتوا لاصوص تاعي، ما حطيتش فيها طماطم، طماطم تاع لي بواط، جوست طماطم خضراء، طماطم كعب سيتو. نعاود نخليها تتقلى مليح، نحرك هنا دي بونجونطون، ندخل فيها هذاك الثوم والبصل والمعدنوس، ندخلو مليح في ديك لاصوص تاع البطاطا والجريوات. فوالا الوغ مثل هذا إلي فريمون إيكونومي، ميطلبش حوايج ياسر، جينيرالمون عندنا الحوايج هادم في الدار، و خفيف أوسي، ماكلة خفيفة. درك راح نطفي عليه، نطفي عليه ونخلي لاصوص تاعي يطيب يقلها. نحطو عجن، هاني حطيتو عجنب، ونرجع للصوص تاعي. نقلبها أنا باش تنجمو تشوفو مليح، المعدنوس هذه نحطها على الاخر كي نعود نسدين نزين بها الصحن تاعي. فوالا التقلية تاعنا واجدة، سي بون، الصلصة تاعنا تقلى مليح،
درت نرمي عليها ابري واحد نص سكره تاع الماء نخليه يطيب. فوالا ما كثرتش الماء اكسبري باسكو اللحم تاعي طري وما حطيتش ياسر. جوست يهز الغلوه يهز الغلوه ويبدا يلبي يبدا يلبي لاصوص تاعنا تبدا تلبي. نرمي عليها هذيك الجريوات والبطاطا اللي درناهم ونخليهم يزيدوا يغليو في هذيك لاصوص حتى تلبي مليح ونطفي عليه ونتلاقاو من بعد في التقديم. فوالا نرجعوا لاصوص تاعنا اللي بدات تلبي. انا راح نحط اللي قليته قبيله اللي صوتيتهم راح نحطهم في لاصوص تاعي يزيدوا يطيبوا شوي. فوالا راح يطيبوا في المرقة حتى تنشف. مي افون رايحة نحط شوية تاع نعناع فريمون شوية. باسكو الجريوات احنا جينيرالمون كي نطيبوها مرقة كيما هك كي نحطو فيها النعناع تجي فريمون بنينة. فوالا راح نخلي المرقة تاعي تلبي مع البطاطا والجريوات. كي نشوفها نشفت نطفي عليها ونشوفوها في الصحن تاع التقديم بعد. فوالا المرقة تاعنا هاي واجدة. انا زدت لها على الاخر طيشت لها حطيت لها شويه تاع فلفل حار قرن فلفل حار بو افوار دو كو ما قدمتوش في الاول مي سي با غاف. درك راح نحط عليها شويه تاع معدنوس من فوق. فوالا بون انا نقول لكم اي فريمون بون نتمنى تجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير تاعكم اسكو عجبتكم. و pour plus de recettes ما تنساوش de vous abonner في la page تاعي comme ça نعود ديما نقعدو ديما تبعو لي ريسيت اللي مشني راح ندخل لكم فيهم بيان سور. اي نقول لكم بون ابيتي.